يو ورا فيديو مستر بولو مان، رجعت لكم في مقطع جديد. انا عارف قاطي لي شهر، اخر مره نزلت الفيديو كان قبل 3 اسابيع ولا شهر تقريبا. اخر فيديو كان عن السيت اب، اذا ما شفتوه امشوه بعد كده تعال الفيديو ده. So today what we have here, we're gonna make reaction video for Halim. If you don't know Halim, I don't know what you're doing. So Halim, his name is Halim Taj Asir. Okay, so he's a Sudanese rapper. Yeah, and he's so talented. So today we're gonna make a reaction for him. So he dropped a new song. It's called Bitit Jazuf. And yeah, بدون مقدمات طويلة، إذا أول مرة تشوف المسج دي لايك سبسكرايب شير انشر المقطع. داري نوصل على 2000 مشترك عشان السنة الجاية الجديدة. السنة الجديدة قربت خلاص، وإن شاء الله هتكون في أحلام جديدة إن إحنا لازم نحققها السنة الجاية. You know what I'm saying? So yeah, what we waiting for? Let's get it. And I say, actually, there is some diss tracks or rap battle, you know, rap battle. It's going now in YouTube for it's about Halim, Tudop, Abu Bai, Soldier, a lot of rapper, you know. So this video, I think next video it will be about the diss tracks. So yeah, the next time we will make a video about the diss tracks and we gonna see all stuff. Okay, الأغنية نزلت قبل 3 أيام. Okay, let's see. Okay, الجودة. أيام. وخرج روح بتتلمى الله بيفرج الغمة وإن شاء الله بتتجازف. سمعيني يما وخرج روح بتتلمى الله اللي بيفرج الغمة وإن شاء الله بتتجازف. سمعيني يما وعفي لي أصل الفراق أنا ما بيدي. تقريبا الأغنية حتكون عبارة عن الأم تقريبا، كان بيقول سامحيني يما بكرة الجروح ثم تقريبا إن شاء الله بتتجازف. فا يا تقريبا الأغنية حتكون أنا الأم ولا أنا الحنان ولا أنا الكلام الكده، you know what I'm saying. So زي ما شفت الجودة حرفيا كواليتي نار، تقريبا 4K تقريبا 4K. Okay, let's continue. عايز أكون إنسان تاني، ما قادر أتحرك ياخ من مكاني، خاين الظروف وخاين زماني، ما دايرة تتجازف، تخدر والسم جاري جوا عروقي، ليه الدنيا ما دايرة تروقي، مشتاق لروحي وغالبني شوقي، ما دايرة تتجازف، عالية أسوار المدينة، عميانة قلوبنا وحزينة، أيوه، شريانة ودينا واحلامنا بتتلاشى، ساقتني الدنيا الغشاشة، مشاهد الحلوة في الشاشة، مسكين ما ود باشا وما في زول عاشا، ايامنا الما بتتجازى. سمعيني يما راح الكلمات فيها احساس، فيها feelings، نازل like he talk about mom. No, the mom it's everything. Of course, no doubt, you know. So زي ما شفتوا حليم حرفيا يعني مميز، عنده flow، عنده كلمات كده بتطلع من جوا. So yeah, let's continue. بكرة الجروح بتتلمى الله بيفرج الغمة وإن شاء الله بتتلمى. سامعيني يما بكرة الجروح بتتلمى يا الله الله اللي بيفرج الغمة إن شاء الله بتتلمى. حبيبة القلب يا روح يا سند، بمسح دموعك لو في يوم بكت، سامح الظروف اللي علي قساها، ايه ما تسألني كيف، شوفني عامل كيف، شايف الوان الطيف وجاري ورا الطيف، الوان الطيف ما عارف الحل كيف يا، وان شاء الله بتتجازف. كسر اسوار المدينة، عاند ظروف المدينة،
ظلام المدينة وإن شاء الله بتجازف صدقني بكرة بتجازف 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 جازف. ثلاثة دقائق من الأغنية، الأغنية ثلاث دقائق، يعني الأغنية تقريبا فيها رسالة، فيها رسالة، وزي ما شفت الكلمات يعني مكتوبة بمشاعر. انت بتسمع، انت بتحس ان انت بتسمع في حاجة كده، مدح شعر عن الأم، عن الكلام حلو كده عن الأم، فاهم؟ طبعا زي ما قلت لكم حليم دايما متميز، والأوتوتيون في صوته يعني راكب راكب مرة، you know. وعنده أغاني كتيرة حلوة، بس يعني الليلة أنا قلت أسوي رياكشن للأغنية الجديدة، وإن شاء الله الأيام الجاية بنسوي سلسلة نعمل فيها رياكشن عن الديستراكات، you know. ديستراكات الكل اللي حصلت تقريبا، نزل حاجة بتاع ستة ديستراك ولا سبعة، وإن شاء الله هنشوفها كلنا مع بعض ونديكم رياكشن كده حلو. وبعد كم يوم أنا مسافر كاليفورنيا، so yeah maybe there I will record or I will make the videos there. And on my birthday it's in 29, you know, this month, like after 3 days. So if you not wish me, I'm gonna kill you. You know what I'm saying? You know what I'm saying? I'm talking to you. I'm gonna kill you. So yeah, كده نكون وصلنا لحد الفيديو، وإن شاء الله استنوني بعد يومين ثلاثة أيام كده، إن شاء الله هنزل الفيديو، إن شاء الله إن شاء الله. So yeah guys, be safe. Bye bye.